تقييمكم للدبلوماسية التونسية وخاصة رئيس الجمهورية بالأساس وموقفها من التطورات الأخيرة في ليبيا؟ والله شوف، المواقف في الفترة الأخيرة كانت تنقصها الدقة والوضوح، خاصة على مستوى رسمي، وهذا يعبرنا عليه سواء كان وقت اللي في زيارة أردوغان لتونس، اللي كانت زيارة محتواها غامض، توقيتها يطرح جملة من الأسئلة، تصريحات الرئيس التركي والمسؤولين الأتراك يطرح أكثر من تساؤل في غياب مواقف رسمية واضحة أيضا من السلطات التونسية وخاصة رئيس الجمهورية. أعتقد أن رئيس الجمهورية حاول يوضح الأمور هذه بشكل حاسم، يقول لك تونس لن تتدخل في الأمور هذه ولن تصطف وراء أي محور. هذا موقف إيجابي نعتقد من الرئيس الجمهورية التونسية، وإن شاء الله يتم ترجمته في الواقع. لكن احنا ماناش من دعاة التدخل في ليبيا من قبل أي طرف، وخاصة من طرف أردوغان وأمثاله. في سؤال أخير، بعد تولي رئيس الجمهورية قيس سعيد منصبه، تقييمكم لأدائه في هذه الفترة؟ أداء مازال يتطلب أكثر وضوح، ومازال يتطلب أكثر فاعلية، خاصة في علاقة بالشأن الخارجي والعلاقات الخارجية والدبلوماسية التونسية. تونس عبر التاريخ مدرسة من مدارس الدبلوماسية في العالم، رغم حجمها ورغم إمكانياتها المحدودة، لكن كانت فاعلة جدا على المستوى الدبلوماسي. في الخمس سنوات تحت إشراف المرحوم الرئيس الباجي قايد السبسي، استعادت تونس موقعها الخارجي خاصة في كل المحافل الدولية. أعتقد أنه مازلنا ما وصلناش للشيء اللي نستناه فيه كتوانسة وخاصة كفاعلين سياسيين. ربما في انتظار أنه يكون عندنا وزير خارجية في الحكومة القادمة، إن شاء الله يتم توضيح الأمور أكثر ويتم التنسيق العمل بين رئاسة الجمهورية والحكومة أكثر ما يمكن. شكرا لك أستاذ.